مناسبة عريقة بظروف استثنائية نكسر فيها سوياً اليأس والإحباط. نرى في وجوهكم الفرحة التي تستحقون والتي يستحقها أبناء هذا البلد. نرى في عيونكم الأمل الذي أريد له أن يموت في أرض الرافدين، ولكنكم مستقبل يليق بالعراق وأهله وتاريخهم المشرف. هذا العراق الذي لولاه لا يوجد عرب على الخريطة، لولا العراق لا توجد مقدسات. حملكم ليس سهل، ولكنكم فرسان.